مدام ليلى، الى حد الان شنو اللي صار بالضبط؟ الى حد الان تم جلب سفيان ومن معه اللي هو زاد الصحفي اخر، والبنت لوكالة الجمهورية، ومازال ما نظرش في الملف، بقى احنا تحصلنا على نسخة من الملف. تم اقتحام الخيمة اللي فيها سفيان. اذا نحكي على التجاهل بما ينافي في الحياة تستوجب انه يكون المسك بصدد، يعني يكون وقتها بصدد احتساء الخمر، هذا مش موجود اصلا. بحث البداية يقول في محضر بتاعه بناء على مكالمة هاتفية من عند أحد المخبرين، يعتمد أصلا عبارة المخبر أنه ثم ناس بصدد احتساء الخمر، فقمنا بالدخول يعني إلى الخيمة، يعني دخلوا للخيمة، يعني اللي هو فضاء خاص اللي هو يخو، يعني حسب القانون الجنائي الخيمة تخو المفهوم المسكن، حرية المسكن وحرمة بيت المسكن تستوجب أنه لازم يكون موجود إذن من النيابة العمومية، ذي ما تم من غير إذن على النيابة العمومية. باحث البداية يقول وجدناهم في الخيمة ولم يذكر عبارة احتساء، ويقول حجزنا دبوزة متاع فودكا ناقصة ربع لتر. يعني بالنسبة لي المشكلة ما زالت ما هيش مشكلة حريات فردية، ما زالت مشكلة سوء نية ومشكلة عدم احترام للتراتيب، مشكلة ضرب ناس في المراكز، مشكلة صحة ولا حاجات ما يقراوهمش، مشكلة ما همش محترمين في ذاتهم الإنسانية من أصل. توم بعد توجينا وقت نحكي حريتي باش نشرب، حريتي باش نتكى، حريتي باش نعمل، أما هيت نعيش توا، هيت نعيش حر وإنسان. قبل الحر هيت نعيش بكرامة. صاحب ناصر العويني كان تحكينا بأكثر دقة قانونية، شنو اللي أقر وكيل الجمهورية في حق سفيان الشرابي ومن معه؟ وكيل الجمهورية حفظ التهمة في حق أسماء باعتبارها ما عندهاش معنى لا جريمة، وقام بإحالة سفيان وياسين على محكمة ناحية منزل تميم من أجل التجاهر عمدا بفحش، أحالهم في حالة صراحة. بالنسبة لك أنت كمحامي حكمك على ما أقر وكيل الجمهورية؟ والله يعني المشكلة مش غادي، المشكلة أنه في الوضع الراهن يعني فيما يتعلق بالمؤسسة القضائية وفيما يتعلق بالظرف العام وحساسية المرفق العام القضائي للقرار السياسي وعدم وجود قرار قضاء مستقل، أنا أعتقد ومع الوضع رمضان والتهم المنسوبة أنا نتصور أنه معناها القرار إيجابي، نسبيا إيجابي، ونتمنى أنه قدام المحكمة يقع تبرئة سفيان وياسين مثل ما وقع حفظ التهمة في حق اسمهم في تونس. الحرية الفردية كيفاش تراها، خاصة أنه فما استهداف نوعا ما للمناضلين والنشطاء والحقوقيين؟ أنا الرأي اللي عمرنا ما وصلنا الحريات الفردية مهدة طريقة مباشرة وغير مباشرة. نحن في عهد السابق كنا بالحق عنا الخوف على الحريات متاعنا، معناها فما الناس الخوف دخلاني على كل ما هو ممارسة الحياة السياسية والمجتمع الاجتماعي كل ما هو، لكن اليوم دخل الخوف قاعد يدخل زادة الداخل، والناس ولات مفجوعة، وكي تخرج تعرفش باش تلبس وتاخذ معها الاعتبار معطيات جديدة جات مع الحكومة هذية واللي هي تمس الحرية. أما سمحني أكثر من هذا، اليوم راهو اليوم ثلاثة حاجات صاروا، ثلاثة خروقات كبيرة ياسر صار، عدم احترام مبادئ القانونية ثلاثة، أنه كل إنسان حر والمبدأ هو الحرية والاستثناء هو الإيقاف، اليوم تقلبت الآية، كل إنسان هو بريء حتى تثبت إدانته، اليوم صار العكس تماما. وحاجة الثالثة الكبيرة ياسر أنه لا جريمة بدون نص، اليوم ناس تحالت على المحكمة وما فماش نص يجرم أنهم هما ينصبوا خيمة ويسهروا فيها ويلقاهم راقدين ولا عملوا حتى جريمة. بعد تلك صراحة ذا وانت باعاتك رايك في اللي صار؟ والله ساعة يعطيهم صحة كل الناس وقفوا معي سواء محامين والنشطة والأصدقاء، يعني وقفوا معي بالبداية في المباراة ذا، يعني حاجة مش ننساها يعني طبعا. ولكن هذه القضية متاعي يعني تطرح مرة أخرى يعني تهم
يعني الموجودة في القانون التونسي، تهم الفضفاضة دي متاع الأخلاق الحميدة وتعكير صفو النظام العام، دي تهم تنجم تلبس لأي كان، بالتالي هذا يؤكد أنه ضرورة النظام من أجل إلغائها. سفيان، اللي صار في المدة الأخرانية في النهارين هذوما سورتو أنه تكثرت الإشاعات، كل واحد شنية يحكي وكل واحد شنية يقول. اليوم قدمنا سفيان شرابي نجم يعطينا شنو هو بالضبط اللي صار؟ والله اللي صار احنا مجموعة من الشباب اللي تحبوا الحياة، تحبوا التفرهيد، مشينا لبحر ليبيا عشية، قاعدين وحدنا ما نعمل حتى شيء، ما تمش يعني عباد وحدنا في البحر يعني ما تمش مشاكل، وطاح علينا الليل غاديك رقدنا في الخيمة يا اخي، فجأة دهمنا اعوان الشرطة، دهمونا اعوان الشرطة وبطريقة يعني فجأة هزونا كما يجي، ومن بعد غاديك يعني عملوا البحث. اخر سؤال خلينا نختموا اليوم، الحريات في تونس كيفاش راهي؟ والله الحريات العامه باهيه، يعني الحريات الفرديه تعرف صراحه اصبحت يعني خطر، يعني احنا لا قلقنا عباد، لا اعتدينا على عباد، لا تشكوا منا عباد، يعني كنا ناس عاديين، يعني ولا الاشياء هذه ولات عباره مو يعني تقلق يعني الجهاز الامني، مهم جدا انه بصراحه تغير الامور. Yeah.